قناه شيماء بيوتي. اليوم ان شاء الله هانتوما معايا وغتحضروا معايا اون كاتو غلاسي ليك بالمكونات ساهلين. غنحتاجوا لي بيسكوي بحال هكا وغنديرهم في الميكسور باش نطحنهم. كما كتشوفوا غنطحنهم. غنميكسيهم ونرجعو باش نشوفو الطريقة ديال الكاطو ديالنا. كيف ما كتشوفو من بعد ما طحنتو كيجي غير هاد الشكل. غنكبو في الإناء اللي عندي لهاد الشكل هكا، وغنزيد عليه الزبدة المذابة اللي هي تقريبا 100 غرام ديال الزبدة المذابة. كيف ما كتشوفو هاهي ذوبتها، ونخلطوا البسكوي هكا تحسوا بيه مزيان تبلل يعني بالزبده. نزيد شويه الزبده كيف ما كتشوفوا راه اللي بقى لي بسيطة. وغنديرو في المول ديالنا هانتوما. كيف ما كتشوفو خديت المول ديالي ما دهنتو ما والو، لحقاش ما غاديش ندخلو للفرن، وغنبدا نكب الخليط اللي عندي فيه. كيف ما كتشوفو البسكوي راه تبلل مزيان، وغنحطو نديرو في الجيب هذا هو الاول. كما كتشوفوا نحاول نعمر الجناب ديال المول، وناخذوا كيف ما كتشوفوا كاس، ناخذوا كاس ونبداو نورقوا بحال هكا باش البسكوي ياخذ لينا واحد يعني واحد السطح واحد. وغادي على هذا الشكل ندوزو لاكريم ديالنا نصاوبوه. شوفو لاكريم كنحتاجو ليها إطرو ديال الحليب، و تلاتة ديال لي فلون ديال الكراميل، و تقريبا كاس معامر ديال السنيدة كيفما كتشوفو صغير ديال العنبة، و بيسكوي مطحون، و لاكريم شونتي. هادو غنحتاجوهم من بعد. غنبداو على بركة الله غنكبو السنيدة على الحليب على الإطر ديال الحليب ديالنا، و غنبداو نفرغو هاد لي ساشي ديال الفلون كراميل كيف ما كتشوفوا. كبوهم هنا كيف ما كتشوفوا. من بعد ما كبيتهم ثلاثة غناخذ معلقه وناخذ شويه ديال الحليب. ناخذ شويه الحليب نهزو ونخلط هاد الشيء من هكا مزيان باش ما يتكورش غير ملي نكبو على الحليب، كيولي داكشي كراميليز. وغنضيفو على الحليب ونبدا نكبو على الحليب. ونديرو فوق النار هادية بما شوية تبخ لينا الحليب. من بعد قلت لكم غنديرو فوق النار هادية بما شوية تبخ لينا الفلو، ومدة 3 دقائق ورجعو باش تشوفو التتمة ديال لاكريم.
ومن بعد ما غلي ليا غنزيد واحد الساشي ديال البسكوي اللي قطعته على شكل وغنصبها على الحليب وغنزيد الساشي ديال غنبدا نكوب ونخلط كيف ما كتشوفوا وغنديرهم في الميكسر يتميكسو مزيان ونرجعو باش نشوفو التتشمة ديال الكاطو ديالنا ونخليهم يتميكساو في مدة جوج دقائق حتى لثلاثة دقائق مزيان غنكبو على الطاق ديالي غنخليه لمدة 10 دقائق في المطبخ يعني تا ياخد حرارة المطبخ مدة 10 دقائق وغنغطيه بالبابي سيغفيليزي وندخلو المجمد لمدة تقريبا 4 سوايع غنكب على هاد الشكل نكوب مزيان هكا كيفما كتشوفو شوفوا من بعد ما كبيتها في المول ديالي غنخليها كيفما قلت لكم لمده 10 دقائق حتى تجمع راسها وباش نقدر ندخلها في المجمد وما تسيلش ليا لمده 10 دقائق وندخلها المجمد ونرجعوا من هنا لثلاثه سوايع بين ما تجمدات لي مزيان ورجعوا لطريقه الزين ديال الكاطو ديالنا كيفما كتشوفوا من بعد ما خرجتها من المجمد ذوبت الشوكولاط كما كتشوفوا غنبقى هذا على هذا الشكل حتى نسالي لاطاط ديال من بعد تقدروا تاخذوا اما شوكولا اما كراميل يعني اختياري انا ذوبت كيف ما كتشوفوا الشوكولا هكا وغنبدا ندير بحال الخطوطه هكا من بعد يمكن لكم تزينوها باش ما بغيتو انا درت غير خطوطه هكا بالشوكولا يمكن لكم ديروا لها اي حاجه بغيتو سواء شوكولاتة سواء كراميل كتجي على هذا الشكل كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وكومونتير الى عجبكم لا فيديو